من الجاليه المغربيه ديال هولندا. انا جيت ديك العام اللي فات جيت لهاد المنطقه اغروت، عجبتني بزاف. داكشي علاش قررت قلت الصيف ان شاء الله الماجي غنجيب ولدي ونجي لهاد المنطقه هذه. كاين كلشي، المرافق كلشي كاين، كاين الامن، كاين يعني من ناحيه الاكل، من ناحيه المرافق، من ناحيه يعني كلشي الحمد لله كاين. كاين الامان، يعني الطبيعه، يعني اللي عجبني فيها هي الجبال والبحر. عراقي الاصل، عايش في السويد، اتيت الى اغادير مع زوجتي المغربيه ونستمتع في شاطئ اغرود لان شاطئ مميز عائلي، ومتعه الشاطئ انه في عوائل وجميل جدا صراحه. وشواطئ اغادير بالعموم شواطئ جيده حلوه نظيفه وفيها متعه للسائح، تقدر تركب جمال، تقدر تركب خيول، تاكل تشرب، ففيها متعه. الشقق باسعار بالمتناول، وفي موجود الخدمات، الاكل وجميع الخدمات الصحيه، وفي انا شفت حتى مراقبين للشواطئ، وهذه ميزه حلوه، اذا لا سمح الله احد غرق ولا صار شيء في احد ينقذه يعني. اذا وهذه الامور جميله وجيده جدا صراحه. وبالنسبه للسواح كلهم اساسا احنا نحب الشواطئ، ودرجه الحراره معتدله وحلوه، والجو طيب، والوضع اجتماعي وتحس عائلي. والصراحه الشعب المغربي فريندلي، يعني طيب وصديق، يعني ممكن انك تتكلم معاهم، تلعب معاهم كره، ولعبنا على الشاطئ كره، فشيء ممتع جدا.